من بداية تاريخ الأرض مرت عصور جيولوجية مختلفة عليها، وكل عصر منهم كان بيعيش فيه كائنات حية مختلفة. لكن مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة اختلفت الحياة على الأرض بشكل كبير، وده أثر على استمرار بعض الكائنات الحية. بالإضافة إن بعض العلماء بيقولوا إن العصور الأولى حصلت فيها بعض الظواهر الكونية على الأرض زي سقوط النيازك من الفضاء، وده أدى لظهور سحابة من الغبار والأتربة لفترة طويلة، وبالتالي حجبت ظهور الشمس على الأرض الفترة. وفي الفترة دي كتير من الكائنات الحية ماتت زي الديناصورات قديما وغيرها من الكائنات. والغريب إن معظم الأنواع المنقرضة في عالم البحار الكتير مننا ما يتوقعش إنها ممكن توصل لأحجام صعب تخيلها. وعلى سبيل المثال الفيلم السينمائي ذا ميج اللي بيتكلم عن أحد أسماك القرش العملاقة، واللي الكتير مننا ما يتوقعش ان الحجم ده من اسماك القرش ممكن يكون موجود. لكن في الحقيقة انت ممكن تتصدم لما تعرف ان الحجم ده من اسماك القرش كان موجود اكبر منه في العصور القديمة، وكان بيطلق عليه قرش الميجالودون العملاق، وده اللي اثبتته بقايا حفريات قديمة لقرش الميجالودون واللي اكد عليه علماء الطبيعة والحفريات. وفيديو النهاردة هنتعرف على أهم المعلومات عن قرش الميجالودون العملاق، بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. قرش الميجالودون أو القرش الأبيض الكبير، وبيطلق عليه أسماء أخرى زي قرش ضخم السن أو الميج. كل دي أسماء لواحد من أشرس وأضخم الكائنات البحرية اللي كانت موجودة في المحيطات قديما، لأن بقايا حفريات الميجالودون بتشير إن طوله 18 متر تقريبا، وصغير الميجالودون وقت الولادة بيصل طوله لمتر و80 سنتي. وبيقول علماء الحفريات البحرية إن قرش الميج بيشبه القرش الأبيض لحد كبير جدا. لكن يا ترى كائن بالطول والضخامة دي ممكن تكون قوة عضته كام مثلا؟ هو في الأول القرش الأبيض اللي بيمتلك سمعة مرعبة في قوة عضته بتصل ل7400 نيوتن، أما الميجالودون العملاق فبتصل قوة عضته من 108 ل 182 ألف نيوتن، أي ما يعادل من 11 ل 18 كيلو جرام لكل بوصة مربعة. أكيد كلنا نقدر نتخيل قوة عضته وإيه اللي ممكن يعمله في أي كائن بحري ممكن يجي قصاده. وطبعا كائن بالضخامة دي أكيد هيتغذى على الحيتان والأسماك الكبيرة زي الدلافين وصغار الحيتان القاتلة وحيتان العنبر الصغيرة، بالإضافة لفصيلة الخيلينيات زي الأطوم وخراف البحر، بالإضافة للفقمات. وقرش الميجالودون بيمتلك أسنان قوية جدا وحادة. وفي عام 1867 قام الخبير الطبيعي نيكولاس ستينو بإصدار كتاب رأس القرش المشرح، واللي فيه توضيح لتركيب سن الميجالودون بالإضافة لأهم المعلومات عن تكوين رأسه. وفي سنة 1989 تم اكتشاف مجموعة كاملة من أسنان الميج في دولة اليابان، واللي قالوا الباحثين إن قرش الميجالودون بيمتلك أربع أنواع من الأسنان، أمامية ووسطى وخلفية وجانبية، وبيمتلك حوالي من 250 ل267 سن في فكه، والفك بيصل طوله لمترين. وبيقول أحد الأشخاص وهو جوردون هابل
واللي بيمتلك حفرية لسن قرش الميجالودون ان طول السن بيصل ل 18 سنتيمتر، وهي واحدة من اكبر العينات المعروفة. والباحثين بعد معاينة الحفريات الخاصة بقرش الميجالودون قالوا ان وزن الذكر في الميجالودون بيكون من 14 ل 37 طن، والإناث بتكون من 30 ل 65 طن، وبالتالي طول الذكر في المتوسط من 10.5 ل 14 متر، وطبعا الإناث بتكون أكبر فبيصل طولها من 13.5 ل 17 متر. لكن يا ترى إيه اللي ممكن يخلي قرش بالقوة دي زي الميجالودون ينقرض من حوالي مليون سنة؟ والسبب الأول اللي بيرجحه العلماء إن التغيرات المناخية الحادة اللي أدت لانخفاض درجات الحرارة بالإضافة لتوسيع الأنهار الجليدية أدت لقلة المسطحات المائية الدافئة، واللي كانت بتعتمد عليها كائنات بحرية كتير منها قرش الميجالودون. ده غير إن قرش الميجالودون كان بيتغذى على الأسماك والحيتان الأصغر اللي كانت بتعيش في المسطحات المائية الدافئة، وطبعا عدم توافر البيئة الطبيعية اللي يقدر يعيش فيها قرش الميجالودون أثرت بشكل كبير على استمراره في البقاء. وفي سبب آخر بيرجحه العلماء، وهو إن صغار الميجالودون كانت فريسة لبعض أنواع الحيتان والأسماك الكبيرة المنافسة لقرش الميجالودون زي حيتان العنبر والقرش الأبيض والحوت القاتل، وكل الأنواع دي كانت بتتغذى على صغاره، وطبعا مع الوقت بدأت تقل أعداده لحد ما انقرضت قروش الميجالودون. ولو الفيديو نال إعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا.